مساء الخير بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا الفيديو. فجوله جديده في بريمارك، فاليوم ان شاء الله غادي نطرق معكم فقط للجديد اللي جابوا اليوم. فاليوم نزلوا هاد السكان عاد جابوهم جدادين، كيف كتلاحظوا كاين هاد البلوسيال هذا، وكاين هاد المارون اللي كتشوفوا، فكيجيب بالسنيسله وكيجيو فيه جوج ديال البزيطمات كيف كتشوفوا، كيجي فيه مات صغير هذا بالنسبه للصرف هكا او ليموني هكا، وجا فيهم واحد داير كيف كتشوفوا كبير حتى هو، كيجي واحد صغير واحد كبير، فهكا جاي الديكور ديالهم. وفيهم السمطه والسنسله، يعني فيهم جوج ديال الحاجات، فيهم السمطه وكتكمل بالسنسله. كيف كتشوفوا الشكل ديالهم زوين، الشكل ديالهم ممكن يتلبس يعني قصير، ممكن يتلبس يعني بسمطه طويله. هانتوما كتشوفوا باش نقرب لكم، هذا هو الشكل ديالو. صراحه كيجيو حليل وين هاد السكان، فالبنات اذا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم دائما الجديد ديال بريمارك وديال باقي المحلات الاخرى، وما تنساوش لايك باش تشجعونا. فكاين هاد السكان البنات كيف كتلاحظوا، كاين هاد الغوز بيبي كيف حتى هو جديد، وكاين هذاك النوار حتى هو فيه جوج ديال اللوينات. فبالنسبة للأثمنة راه 8 أورو البنات سكن، تا هما فيهم السميطة ويعني كي الأخر ديالو بالسنسلة. كاين هاد الدوغي هذا اللي كيجي على هاد الشكل هذا كتشوفو، تا هو الشكل ديالو زويون، فبقاو منو غي تلاتة هذا، تا هو 8 أورو. كاين هاد السكن هادو اللي تا هما عاد جداد، هادو كانوا نزلوهم هادي شي يومين، كانوا حتى هما كيجيو في هذا الشكل كتشوفوا، فيهم ثلاثه اللوينات، كاين نوار وكاين هذاك البلو وكاين هذاك البلون كاسي. ثمانية الأورو. كاين هذا الموديل هذا اللي كان فيه التخفيض، اللي دايرين فيه التخفيض، هو كان ب 5 أورو، فايت صورته في الفيديوهات ديالي الا شفتوا الفيديوهات. هذاك فيه تخفيض، فمازالين عندهم هاد السيكان هادو، مازال فيهم التخفيض. كاينين هادو نزلوا في هاد لي ساكادو حتى هما كانوا رجعوا دابا ب 5 أورو، كانوا ب 10، كيجيو صغيورين وعندهم السميطه كيف كتلاحظوا ديال يعني لي ساكادو ديال الظهر، وعندهم سنيسله من القدام. بعد هو الشكل ديالهم، هادو حتى هما كان فيهم تخفيض 4 الأورو، مازالين فمازال يعني مازال عندهم هاد السيكان، مازال فيهم تخفيض. تا هادو كانوا عندي منزلين في الفيديو اللي قبل هذا ديال بريمارك. كاين هاد الموديلات هادو حتى هما، فهادو ما فيهمش تخفيض، هادو حتى هما كانوا في الفيديوهات القداني، الفيديو السابق ديالي راه فيهم هاد السيكان هادو، فهادو ب10 ديال الاورو. وهادوك اللي فيهم دوك هادوك البزيط مات صغار، فهادوك كيبقاو ب14، حتى هما الثمن ديالهم 14. وكاين حتى فيهم النواغ وفيهم هادوك البلون كاسي، فهذا هو الشكل ديالهم شوفوا، كيجي سويك وهذا، والبزطام ديالو كيجي فيه يعني مجموعه.
جابوا هاد السيكان هادو كتشوفوا الكبارين يعني على حسب كيليقوا الصفار وهكذا ديال ميكي ماوس. كيجي الشكل ديالهم زويون، فيهم هاد اللوينات كاين غير في الكحل، وفيهم هذاك الرسوم ديال ميكي ماوس، والثمن ديالهم راه داير 20. كاين هاد القمايج هادو حتى هما مازالين فيهم لوفخ ديال 7 أورو، مازال فيهم تخفيض، فيهم هاد اللوينات هادو كتشوفو. فالحاجات اللي كان يعني فايتين في الفيديو يعني اللي فايت كانوا راه هنا كنعلمكم بهم البنات، فقط كنعاود شي حويجات نصورهم باش اكل المشاهدين اللي كيدخلوا جدد يديو تاهم واحد الفكره. كاينين هادو عاد دخلوهم جداد، هادو ما فيهمش تخفيض يعني الله دخلوهم تاهم اليوم، هادو عاد جدادين فالثمن ديالهم 9 أورو. كاين هاد الكرونا وكاين هاد النواغ هذا فيه، وبالنسبه للسراول هادو هادو ب 12 حتى هما الله جابهم اليوم هادو، فجاو هادو بال هاد لي كاري فيهم هاد لي كاري كيجيو دروا، وكاين هاد النواغ ديالهم هكا الثمن ديالهم 15 كيف كتلاحظوا. جابوا هاد لي بالغين حتى هما هاد اليوم دخلوهم في هاد الشكل هذا، فكاين النوار ديالهم والمارون الغوز بيبي، وكاين كذلك الروج الاحمر. فهاد الكحل جاب البريون فالثمن 5 أورو كاملين الثمن ديالهم، ولي طايره كيبداو من 36 البنات. كاين هاد كاينين هاد السبرديلات هادو او كونفيرسات على هاد الشكل اللي كتشوفو في الكريمه والنواغ والبيض. كاين هاد السبرطات تا هما عاد جابوهم جداد 8 أورو، فيهم هاد الشكلات هادو كاملين كتشوفو. كاين هاد الغوز هذا البسيم، كاين هادو اللي فيهم هاد الحجيرات، وكاين هذا اللي كيجي فيه داك البريون، وكاينين هاد السبيطات هادو اللي جاوا بالسيور كيف كتشوفوا 14 أورو كيجيو بلا. كاين هاد لي بوط هادو مازال فيهم تخفيض 10 كانوا تاهما ب 19 مازال فيهم تخفيض. كاينين لي بالطاكون وكاينين لي بلا. كذلك كاين هاد السبرديلات تاهما عاد دخلوهم اليوم اللي جاو في اللون في الكاكي. فكاينين الطايات موجودين، كاين هاد النواغ ديالهم تا هو والثمن ديالهم 14 أورو وخفافين يعني ماشي يعني عمليين بالنسبة خفافين في الرجل. كاين هاد الشكل هذا تا هو اللي جا في الكري كتشوفو، هادو كيبقاو 10 الثمن ديالهم، تا هادو كيجيو خفافين كالريشة فيهم البيض وكاين النواغ. كاين هاد الموديل تا هو اللي جاب بالبيض وهاد الكري، هادو كيبقاو 18 كيجيو شويه عالين. فاليوم دخلوا بزاف الحاجات جدادين يعني كيف كتعرفوا بريمارك دائما كيجيب جديد. كاين هاد لي بوط هما اللي عاد دخلوهم جداد ف 19 أورو كيديروا بالسيور وكيجيو بالطالون. كاين النواغ وكاين هذاك الموطارد وكاين هذا لهاد الشكل هذا اللي كتشوفوا اللي عنده الطالون مزوق كتشوفوا،
حتى هو جا سامبل وفيه دو ميطالو، يعني الميطالو ديالو ماشي عالي بزاف. هادو كانوا بعشرات، هما مازالين يعني هاد الموديلات هادو تاهما مازالين لي مقطنين. كاين هاد لي بوط هادو جداد تاهما، هادو تاهما ب19، كيجيو بالسيور وكيجيو بلا. الشكل ديالهم زويون، هاد الشكل هذا كيجيو سامبل. كاين حتى هذا كاين حتى الماغون ديالهم كتشوفوا، وكاين الابيض كذلك. جابوا هاد لي موديل كذلك ديال السناد الجدادين، كيف كتلاحظوا في النواخ كاين هاد الشكل اللي كتجي غير سميطه من القدام وعندهم سميطه في الفوق كتشوفوا. الشكل ديالهم زوين، كيجيو دو ميتالو. كاين هاد الغوص هو او البلونكاس عفوا، هاد الشكل هذا كيبان في التصوير بحال الغوص ولكن هو راه بلونكاسي. كاين هاد الماغون حتى هو عاد جديد نوار. هادو كان فيهم تخفيض ب 7 اورو، كيبقاو مازالين طايات فيهم. كاين كذلك هاد السنيدلات اللي كيجيو هكذا فيهم هاد البريوم ب10 اورو حتى هما دخلوهم. كاينين كذلك ديال الصبع، وكاين هاد النوع هذا اللي كيجي بحال شكل العقده حتى هو 8. وكاينه الصنداله حتى هي ديال ميكي ماوس كتشوفوا، كاينه هنا هاد الشكل هذا. فدخلوا هاد العام بزاف الحاجات ديال ميكي ماوس، بيجامات، السيكان، بزاف ديال الحاجات فيهم ميكي ماوس. كاين كذلك حتى ديال الصبع حتى هما 8. وبالنسبه للبيجامات البنات، كاين هاد البيجامه هادي عاد جابو الموديل ديالها كتشوفوا، كتجي في بلون كاسي، كتجي في البلون كاسي وفيها هذاك يعني السروال ديالها كيجي في اللون بحال الكري ماغو. وكاين هاد الموديل هذا اللي كيجي بالقلوبه كيف كتشوفوا، كيجي في اللون ديالو غوز مفتوح. كاين هذا الموديل حتى هو ابيض كتشوفوا فيه لي طاي حتى هو. كاين هذا اللوين حتى هو، هذا الصومو كتشوفوا هذا الشكل هذا حتى هو زوين كيحمق الشكل. فالبيجامات البنات 8 اورو، 10 بين 8 و10. وكاينين كذلك ديال 12. فكاين هاد الكري تا هو عاد جابو جديد في هاد الكتابة هادي مكتوبة بالفضي، هادو 10. كاين هاد الموديل كذلك البنات عاد دخلوه في هاد البلو هذا كتشوفوا في الشويبي، ب10 اورو كيسروال ديالو، كيجي التوب ديالهم قطن وكيجيو من التحت مجموعين. وكذلك في السنطا عندهم السميطه كتعقد، وجاو في اليدين كيف كتشوفوا التوب ديالهم خفيف، والتحت يعني كيجي كروازي هادوك الجناب يعني السمطه التحتانيه ديال البيجامه كتجي كروازي يعني كتجي مخلفه، وكيجيو بالصديفات والعنيق يعني كيجي كولفي. وبالنسبه للطايات يعني موجودين عندهم الطايات، فالتوب ديالهم زوين الصراحه، الشكل ديالها عجبني بزاف.
كاين هاد الكري هذا سروال حتى هو بيجاما في داك الشكل، يعني هو ما عندوش صديفات، يعني كيجي مسدود مع بيجاما مسدوده، ولكن كول في كيجي شويه مفتوحه. فهذا هي الثمن ديالها 10 أورو للسروال و 9 الفوقاني. وهاد البيجامات هادو كانوا مازالين عندهم هاد الموديل هذا، وكيجي السروال بالعشرة وكيجي الفوقاني حتى هو كتشوفوا ما عندوش الكمام، وكاين البينوار ديالو كذلك طويل. فكاين كيفاش يعني كل واحد كيفاش يقدر ينسق هاد البيجامه هادي، كاين اللي بغيها بلا كمام، كاين اللي بغي بنوار. كاين هاد البيجامات هادو اللي جاو تا هما ميكي ماوس كما قلت لكم، فيها بزاف ديال خرجوا بزاف ديال الحاجات ديال ميكي ماوس، هادوك ب 7 أورو. وهنايا هاد السبرديلات هادو او كونفرسات على هاد الشكل ديال البنيتات، فكيبقاو ب 7. هاد لي بوت تا هما مازالين عندهم فيهم تخفيض تا هما ب 7، فمازالين لي طاي، مازالين عندهم النوامر ديال يعني مازالين لي طاي ديال الصباط. كذلك دخلوا هاد البانطوفات هادو اللي كتشوفوا في هاد اللوين هذا، فالثمن ديالهم كيبقاو ب6 وكيجيو مجموعين بحال الصباط. وكاين كذلك داك هاد اللون هذا اللي كيجي بحال البلون كاسي خزي، ما عرفتش كيفاش هاد البنطوفات حتى هما كانوا من ديك المره، فمازال عندهم موجودين اللي كيجيو فحال الصنداله حتى هما 6 بالأورو. كاين هاد لي بوت هادو حتى هما نزلوا فيهم فكيبقاو ب10، عفوا كيبقاو ب7 ديال الوليدات، كيجيو في اللون ديالهم بلو مارين، ولي طاي موجودين يعني بادين من 23. كاين هاد التاكيطة كتبقى ب10 حتى هي فيها ديسكوينتو ناقصين فيها 10، كتجي سخيخنا وبالقبيب، وكذلك كيجيو فيها حتى الليكات. هادشي البنات كاملين ناقصين فيه تريكوات، كاين كسيوات البنيتات 4 الأورو، كاين سريولات، وهذا بالنسبة لهاديك سوا كتجي كاملة مجموعة بسروال وكسوا كاملة 4 الأورو، رخيص الحوايج. فغادي نوريكم عي بعض البياس تاع البنات، هاد الكسيوة ب5 كتجي بالبوندو ديالها. كاين هاد الكسيوة تا هي ب4، فكاين الكساوي يعني موجودين الكساوي يعني كومبلي كسوه كامله ب4 الأورو، فيهم تريكوات. وكاين هذا الموديل هذا ديال هذه الكسوه هذه اللي كتجيب النقاط، كتشوفوا فيها النقاط بالكحل والغوز. كاين هذه الكسوه هذه اللي كتجي على شكل تريكو كسوه، وكتجي فيها الليبه ديالها، حتى هي كومبلي ب4 الأورو. وكاين هادوك التريكوات حتى هما 4 الأورو ديال راس العام، حتى هما فيهم داك بابا نويل لاصق فيهم داك الصور ديال. فكاين بزاف ديال الهميزات البنات، الحويجات خصوصا الوليدات الصغار والزيادة، كاين موجود الحويجات، الانسان خصو غير يعني يقلب راه يجبر. كاين هاد الموديل الجديد ديال البيجامات البنات حتى هو في هاد الخضيدر هذا، كيجيبوا الباندا ديال الشعر، جابوا معاهم الباندا ديال الشعر ديالهم، وفيهم كتيبه في ديك الكتابه في الصدر، وكيجي التوب ديالهم خفيف، والثمن ديالهم 14. فالبنات وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو ان يعجبكم ومع